تدافع الديمقراطيه وحقوق الانسان. اليوم كنعقدوا ندوه صحفيه اللي كتحضرها الجمعيات المنسقه باقليم طاطا وبحضور وسائل الاعلام المحليه والوطنيه. الغايه من تنظيم هذه الندوه هو تسليط الضوء على الخروقات التي شابت توزيع المال العام من طرف المجلس الاقليمي الخاص بالجمعيات. وفي هذا الاطار فهناك جمعيات يعني استفادت ورفضت منطق الوزيعه ومنطق يعني استبدال مشاريعها باخرى. ثم كذلك هناك جمعيات يعني رفضت الطريقه التي تم تدبير بها ملف الجمعيات بالمجلس الاقليمي. ومن هنا يعني نطلب من السيد العامل التدخل العاجل والفوري لوقف هذا العبث وهذا الاستهتار بالمصلحة العامة، إذ أن نذكر يعني وسائل الإعلام أن سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أصدرت تقريرا لرسم سنة 2016 متعلق بتدقيق المالي والمحاسبتي للمجلس الإقليمي، وقف على عدة خروقات من بينها عدم احترام مقتضيات الدوريات الخاصة بتوزيع المال العمومي على الجمعيات، كما تنص كذلك المادة 141 من القانون التنظيمي على أساس أن الجمعيات التي لها الحق في الاستفادة من مالية المجلس الإقليمي هي الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة. إذا من هذا الموقع هذا كمنتدى إفوس، كهيئة حقوقية، كمجتمع مدني بطاطا نندد ونستنكر بهذه الخروقات، ونطالب من المجلس الجهوي للحسابات ولجنة الافتحاص ديال وزارة الداخلية والمالية إلى التحرك عاجلا إقليم طاطا من أجل الوقوف على هذه الخروقات التي رصدها المجتمع المدني. واليوم يعني فرصة لدى المجتمع المدني للتكتل من أجل تتبع وتقييم السياسة العمومية التي خولها دستور 2011، وبالتالي لا مجال يعني لا مجال للرجوع، بل نطالب بالتراجع الفوري للمجلس الإقليمي عن هذا القرار غير القانوني والغير الأخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الخالق القيد، رئيس جمعية تونسية للتعاون. فالتصريح في إطار يعني المنح ديال المجلس الإقليمي لفائدة الجمعيات المتقات، وصرح أن فعلا الجمعية ديالنا استفدت من هذا الدعم بواحد المبلغ اللي هو 35,000 درهم، مع العلم أننا في سنة 2018 ما دفعناش بهذا المشروع اللي داروا لنا حاليا اللي هو تجهيزات مختلفة. وكذلك من خلال الجدول اللي تنلاحظوه تنلقاو ان المبلغ المطلوب ما كانش فارغ، وحنا دفعنا بواحد المشروع اللي هو ثقافي، يعني الموروث الثقافي للتراث ديال توزونين، وكنتفاجئوا بهذه التجهيزات، مع علما كذلك ان الجمعيه مستغنيه عن تجهيزات، الجمعيه يعني تتوفر على الجميع تجهيزاتها. ف سبق لنا ان درنا اتفاقيه شراكه مع وزاره التنميه الاجتماعيه، مع وزاره الشباب والرياضه، مع التعاون الوطني في اطار تجهيزات. احنا الان يعني كنضموا الاطار ديالنا، والاطار ديالنا مستقل عن جميع الاحزاب السياسيه وكذلك تلك الزبونيه والمحسوبيه. فنحن الان مع الهيئات المجتمع المدني مع هذه التنسيقيه، وكنستنكر فعلا يعني هناك جمعيات نشيطه اللي تنعرفوها وما استفدتش من هذا الدعم، وكنتمناو انه يتخذ بعين الاعتبار هذه المساله ان شاء الله مستقبلا. السلام عليكم.